عادة لما يطرح كاتب أي رواية تأخذ وقت طويل على ما أن يعني نقراها ونستوعبها والناس تمدحها وتشوفها لكن تراب أو رواية تراب الأسطورة وهي بالمناسبة تعتبر أولى روايات ضيفنا اليوم ما شاء الله يعني خذت صدى كبير مع كاتبنا اليوم الشاب خالد الشطي مساك الله بالخير مساك الله بالنور يا هلا مرحبا فيكم وشكرا على الاستضافة الله يسلمك طبعا لا هي بالكتاب انا لازم اكتشف <تصفيق> <تصفيق> ما قصر طبعا خالد الشطي اهدانا انا ومحمد نسخه من روايه تراب الاسطوره فانا يعني لازم في البدايه اتصفح واشوف لا اروح البيت وقريب لا شلون انا اجرى عقب البيت عموما بشكل عام حياك الله معنا <applause> خلينا نتكلم عن طبيعه الروايه هل هي موجهه لفئه معينه ام كل شخص ممكن يقراها ويستمتع فيها اقدر اقول يعني من بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان عمل روايه تراب الاسطوره الحلو فيه من موجه هو من عشر سنوات وما فوق ما <applause> شاء الله <بوعشر> سنوات <applause> ممكن يستوعب الروايه يستوعب لكن اللي ابو عشر سنوات راح يفهم على قده ابو <applause> 20 سنه راح يفهم <applause> على قده <تصفيق> 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 اللي اكبر راح يفهم على قده انت راح تفهم قضيه هي راح تفهم قضيه الاصغر راح يفهم قضيه. نعم، انزين عيل الحين شنو شنو القضيه؟ يعني عطني اياها باختصار، باختصار روايه نعم نعم تراب الاسطوره، مدينه اسمها الاسطوره. نعم. فيها تراب سحري. ممتاز. من يملك هذا التراب يملك المال والجاه والسلطان. لكن عشان نقدر نوصل. الحين صايره؟ هذه في لا القصه حلوه يعني رديتنا عفوا على ايام مسلسلاتنا قبل فكذي انا اي بالضبط. يعني الحمد لله ردود فعل نعم. كل من يأخذ يعني نعم. في البدايه في المعرض اول ما نعم. نزلت فيها اي اشوف الجمهور مثلا يوقفون ناخذ ما ناخذ فيقولوا في لي زين عطنا كذي ملخص واقول لهم الملخص نعم. يقولون اوكي راح ناخذها نعم. الوي اوكي جزاك الله خير شكرا يعني ايه. انت قاعد تدعم شاب نعم أتفاجأ ثاني يوم, ايه. يوم يحضرون نعم. لا يناقشني نعم. بالموضوع نعم ليش كذي صار ومنو تقصد هني تقصد الجهه الفلانيه ولا الشخص الفلاني ما قصد تحدي آه. موضوع أحد. باب مفتوح على مصراعيه انت وفهمك نعم ما شاء الله انا عجبني طبعا غير هذا بين نجله يعني جاي مع القلم وهي اول روايه لك كنت شاب ما شاء الله يعني في بدايه مشوارك الكتابي الروائي فالقلم وايد مهم عندك في كل مكان سلاحي يعني اولا انا اخرج المعهد العالي للفنون المسرحيه نعم. تخصص تصميم ديكور مسرح نعتمد على القلم أي أيوه وشلون تهني من صغري آه. يعني الحادثه هذه سنة 2000 يعني ممكن الوالدة الحين قاعدة تتابع الله يحفظها إن شاء الله ف <applause> <applause> مرة من المرات هالكلام في سنة 2000 للحين أتذكر الحادثة مرينا صوب محل فيديو فقلت لها هدى حسين كانت توها منزلة مسرحية ألس في بلاد العجائب ما كنت أفقه أن في شخصية اسمها ألس فقلت لها ابي هالمسرحية قالت لي إحنا أسبوع اللي فات شاري لك مسرحية لما نتعدي الاختبارات نشتري لك إياها حلو الحين يصبرني ايه. رديت البيت الكراسه بدال لا تكون في العرض ببلش ارسم ايه. قلبتها بالطول سطرتها اسطر كتبت ام. اليس في بلادنا عجائب حلو طلعت ام. قصه من كيفي ان شاء الله وشوي شوي الحين قاعد ارد اعيد كتابتها لان ماشي. احتمال تكون الاصدار الثاني كان الحين كلامك هذا يعني و... والنظره السريعه اللي خذيتها على الروايه كانك يعني كتاباتك مو من واقع خيالك م. انت تس تستلهم من اشياء حواليك يعني انا الحين مثلا بعطيك دليلين تفضلي حاليا شفتهم يمكن بهال دقائق حلو في صفحه 104 لا <صحيح> بطل 104 <موضوع. صحيح> انت كاتب كرساله بسم أي. الله الرحمن الرحيم ابنائي م. لم اجد اغلى من هذا التراب اتركه لكم حافظوا عليه وصونوه بارواحكم الجملة هذه من بدايتها لغاية نهايتها أنا سمعتها مثلا في مسلسل الغرباء صحيح أوكي لما أنظر إلى الرسمات اللي انت حاطها للشخصيات صحيح. أوكي في نهاية القصة ذكرتني بقصص المكتبة الخضراء وإحنا صغار لما يرسموا لنا الشخصيات ونتخيل فعلا بالشكل الموجود فهل أنت تجربتك هذه قاعد تستلهمها من تجارب قديمة أم فعلا صدفة لا الحين اقول لك مسألة الرسالة هذه مم. أنا أعترف فيها اللي هو الاقتباس مم. مم. في ناس وايد تقول لي فيها لويا أنت بايك إذا مو بوق يا جماعة هو اقتباس إذا اللي ببالي صحيح, صحيح هو اقتباس هو اقتباس مم. مسألة الرسومات قبل ما أي أنزل السوق أنا خالفك ترى بالرسومات تو أدري في ناس مهاجمتني لا تحاتي فانت بتكون انا حبيت الفكرة <applause> حلو <تصفيق> انا حبيت الفكرة <applause> حلو يعني بس قسم محمد يمكن لا يعني خلني اتخيل يعني خلني اتخيل شمس والعرافه والعم درويش يعني ليش انت تجبرني ان هذا شكله؟ وليش ما تفكر تقول شو شكله هذا؟ انا تخيل هذه شمس بروحي. في اي مدى هي جميله أنا بس او اي مدى فانت سؤال انت الحين لما راح تيجي تمسك الكتاب على طول راح تطمر للنهايه؟ هو بالنهايه بس؟ انت وين شفتهم؟ لا بالنهاية انا 104 قالت لي اختي انزين لا, لا لا, لا زياده شوي <applause> لا في النهايه لكن انا عيني في على هذا نعم تفضل طبعا اشكر المصممه زينب عبد السلام هي مصممه الرسومات نعم واشكر مصممه الغلاف الاستاذه لمية السلاحي جميل <applause> الغلاف الحمد لله يعني من بعد جلسات طويله يعني معاها مكثفه ان طلعنا بهذه النتيجه جميل حولت الروايه الى مسرحيه مم. طبعا شلون أه صار الموضوع صار لا 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 ابدا مو هو <applause> الروايه خالد وتصير مسرحيه لا يا لذيذك مش عارف حتى تم تدريسها في المعهد إنه مسرحيه ما شاء الله شلون بعد هذا الحين اقول لك دكتوره ريهام العوضي نعم دكتوره في المعهد للفنون المسرحيه نعم. تخصص تمثيل واخراج يعني التقيت فيها في مسرحيه سيمفونيه مهرها الكلام في شهر قبل شهر رمضان يمكن بيومين ثلاثه نعم. التقيت فيها في هذا العمل حلو. العمل كان عمل اماراتي لمهرجان الطفل في الكويت نعم. فتعاملت معها وكذا وبعدها قاعدين بعد العيد قعدنا نسولف عن الدفع والدراسة وكذا كانت تقول لي دفعتي عودة وما عندي نص يشيلهم نعم العدد الطلاب عدد كبير فالحين عطشاء طقب لها تبين النص عامي ايه. ولا لغة عربية اولو. سوالف نعم. تكتب أكتب عامي أنت مع الكتابة في العامية؟ مع الكتابة بالعامي إذا كانت ما تجرح اللهجة نفسها جميل لأن اللهجة هي هوية إذا جرحتها نعم. فأنت خلاص فقط هويتك نعم. نرجع نعم. لي الدكتور فقالت لي لا هو أصلا مقرر أن أنا أقدم هذا الكورس اللهجة نعم. لهجة العامية لها آه أوكي في ناس عندي اقري تمام تمام مو تمام على عيني وراسي وبالعكس هم راح استفيد اذا اعطيتيني ملاحظات جرأة منك حلوه طبعا ثاني يوم سلمتها النص حلو قالت لي بقرا يومين ورد لك خبر مم. ثالث يوم اشوف متوزع النص خالص خذت القرار ها دقيت عليها شو السالفه <applause> زين ملاحظه شيء تقول لي تتوقع ما عارفينهم مسرحيه راح يغامرون وياخذون نص مو مضبوط ممتاز لها شكرا شهاده واعتز فيه صحيح مم. غير كذي شهادة الأستاذة إيمان نجم موجودة نعم. في الكتاب في, في الخلف نعم نعم يعني تحية إيمان هم نفس الموضوع أن كلمتها أستاذة ولا على أمر أبي رأيك إذا والله عجبك النص ولا على أمر أبي كلمة حلو ما عجبك النص ولا على أمر أبي ملاحظات ممتاز أوكي أوكي شوي كانت تقول لي أنا معك وهذه كلمتي وهذه صورتي وتفضل مم. وموفق ممتاز اليوم عاد نجله ما قصرت وياك اعطتك الملاحظات ما عندي مشكله <applause> بالعكس لا اخر لحظه لا لا, أنا لا ما عندي ملاحظة. ملاحظه انا فقط يمكن لاحظت بعض شد الامور باهنك. بشكل سريع مم. لو الاسم <applause> نجله يعني شدني يعني يعني تكلمت برواية بانه هو تراب وسحري مم. فما شاء الله شفت ان الامور مشت وياك كنا بالحقيقه يعني كل من شرى الكتاب اعجب فيه قام يدرس الحين في المعهد وصار مسرحيه يعني روايه سحريه <applause> يعني عطنا من التراب اللي عندك هذا وايد يبونه <applause> وايد ناس يحبونه يعني بس للعلم ان الترابي السحري هذا يتعامل على حسب النوايا على حسب نيه كل شخص صح هذا راح ترزقوا فعلا لما صفيت نيتك لما رب العالمين سهل لك امور كثيره كلام جميل جميل خلينا نتكلم شوي عن الروايه بشكل عام بالكويت مستوى الروايه انت وين شايف الخط هذا وين رايح؟ تراب الأسطورة بشكل عام الرواية وضع الكتاب الشباب بالكويت نعم أه أنت وين شايفه الشباب تحديدا شباب يعطيهم العافية في كثير منهم قاعدين يجتهدون وقاعدين يقدمون كل ما عندهم من شيء جميل مم. لكن في مجموعة كبيرة أخرى مم. قاعدة تشوه صورة الكتاب مهما كان على العين ورأس اللي أنت قاعد تقدمه لكن قبل ما تيجي تقدمه أنت قست انه هل ينفع اهلك يقرونه قبل ما الناس تقرأ انت خدش حيائك قبل ما الناس يخدش حيائها؟ انزين شنو القيمه اللي بتقدم لي اياها انا كقارئ ما عندي مشكله اقرا لك اياها من الجلده للجلده، لكن شنو القيمه المستفاده؟ الرساله اللي بتقدمها لي، الكلمه اللي بستفيد منها. فهني الموضوع للاسف انه في وايد ناس يقول لك هو الحين نوع التجاره يعني انه خلاص انزل في كتاب واستربح لكن الموضوع هو سلاح وممكن قبلة تنفجر في أي لحظة وخالد مقطع كلامك احنا يعني مثل ما قلت يا صارت تجاره للبعض واستخدمها مع وسائل التواصل الاجتماعي واحنا ما نذكر اسمائهم يعني احنا نذكر اسماء شباب فعلا ابدعوا سعود السنعوسي احمد النصر الله عبد الوهاب السيد وكثيرين ايضا في نفس المجال وقدموا شيء جميل وان شاء الله اسمك يكون من الله. ضمنهم اما التافهين والسخيفين اللي يكتب صوره بحطها انستغرام ورد بعدين سواها كتاب فهذا يعني احنا مو موضوعنا ولا نضيع وقتنا فيهم تراب الاسطوره قلت لي نعم. القادم شنو هو هل هو فعلا راح يكون الس او في بلادنا عجائب مثل ما لا ذكرت؟ مو الس في بلادنا عجائب آه القادم انا نعم. حبيت اتكلم على نفس خط آه روايه تراب الاسطوره اللي هو حاليا اللي هو اليوم آه تم افتتاح اول يوم لفعاليه تراب الاسطوره نعم. في وزاره التربيه والتوجيه التربيه الفنيه ما شاء الله اليوم أول يوم والفعالية بتكون على ثلاث أيام إن شاء, شاء الله تراب الأسطورة الفعالية هذه مجموعة من الطلبة والطالبات من المتوسط والثانوي أروي لهم الرواية اليوم هلو. كان اليوم بالنسبة لي كان اختبار ايه. لأنك كنت كراوي <applause> كنت راح أرويها و. وشلون يعني هل راح اشد انتباههم؟ غير الاصوات والحركات بالضبط يعني حتى مم. يوم كنت متكلم مع التوجيه زين اخلي طلبي كمشاهد تمثيليه بسيطه نعم. على الاقل لا انت الوحيد اللي راح توقف انت راح تروي زين ليش بوي. الاختبار لهالقصه؟ شلون كانت فيه؟ التجربه؟ لا الحمد لله يعني الاراء الاصداء كلها كانت جميل الحمد لله. انا الحين استوعبت انت ليش قلت ان انت مع الكتابه بالعاميه النص مكتوب بالعامي اي يعني أه الله يهداك يا سيد قدر، آه. في أحد ما يحب أنت أو ولده؟ آه. أنا كنت ظانة أن الرواية واسمها تراب الأسطورة أن هي باللغة العربية الفصحى. آه. هذا النوع من الكتابة لاقى هجوم. طبعًا. أوكي، آه هناك بعض الكتاب العرب المشهورين استخدم هذا النوع من الكتابة، صحيح. يعني أنا لما أقرأ لنجيب محفوظ ألقى بعض الحوارات مكتوبة باللهجة المصرية آه. صحيح. يعني بكل تجرد. آه. لكن هنا هي بالكويت نقول ما يميلون أغلب النقاد أو نقول كبار الكتاب اللي استضفناهم هني بالبرنامج نسألهم عن هذا النوع من الكتابة يقولون إنه يعني لا يتفقون مع يبون الكتابة فضل. بالعامية إلى جانب إنه هو ما يخليك تنتشر بشكل أكبر مع الدول العربية أنت انزل. وين شايف الوضع؟ أنا بتكلم سبب إنه ليش خذيت اللهجة العامية وحطيتها في كتابي؟ أه. كان بامكاني يعني انت اكيد وانت قاعده تتصفحين اكيد شفتي في جمل كثيره في اللغه العربيه بالذات لكن كان اللهجه الكويتيه كانت بالنسبه لي كرت دخول للمجال نعم خط جديد كاتب جديد النص ثقيل اكتبه بعد لغه عربيه مم. بعد بيطلب بي <applause> لا لا ممتاز <applause> لا بس صدق يعني الكلام بالعاميه مع الرسمات مو مو وممشيين مع بعض دائما هذه الشخصيات احنا تعودنا عليها تتكلم اللغه العربيه الفصحى مره ثانيه يحط غترة وعقال وعبايه لا الحين اقول لك زين ما زمان الاسكافي نعم نفس الازياء او نفس الثيم ماخوذ الحمدني نعم الف ليله وليله هم. يقدم باللهجه المصريه معناه هو مكتوب في الكتب شنو؟ يعني هذه اللغه دراما دراما فهل انت تفكر يعني بان هذه الروايه ما هو سواها مسرحيه لا مسلسل دراما قريب. كمسلسل قريب قريب رمضان لانه ينفع لا هذا, هذا ما راح يمدينا الحين قبل بعد الفطور ان شاء الله لكن مو هالسنة ان شاء الله مم. بس فعلا في كلام قاعد يتم الحين واتفاقات مع احدى الشركات مم. ان يتم اخذ النص مم. ويتم دمج الجزء الثاني والثالث مم. اللي ما راح ينزلون للاسف في السوق في هالفتره ليش لانه خلاص راح يكون مسلسل من منتظر المشكله ادمج لك اياه شوف المسلسل تمعن فيه اخذ كل راحتك فيه انا من رايي انك تطرح لا الكتاب لا موجود الاول موجود. مو الحين وجهه نظري لا أنا مو لا وجهه نظرنا لا, لا. <تصفح> يعني يعني؟ بدايه الحلقه <تصفح> <تصفح> لا بالعكس يلا يعني جميل خلينا خلّ نتكلم عن الرقابه بالكويت مم. مم. شايف ان المقص حامي والله شوف المقص حامي على اللي راح يتعدون حدودهم لطالما انك انت كانسان يعني احترمت رب العالمين قبل اي بني ادم نعم. راح يمشي الموضوع بيمشي بسهاله يعني انا يوم دخلت كنت متوقع ان النص مثل ما سمعت من بقيه الاصدقاء وكذا النص والرقابه وبيتقصص و دخلت اليوم وراها بيومين مبروك ما فيها شيء ولا شيء ولا شيء ولا رواي شيء ممتازه جزاكم الله خير نعم. يعني هذا دليل مع ان انا داخل في مساله اللي هي حتة العرافة والسحر ما سحر وكذا لكن موظفها بطريقة نعم ما حد يكش منها نعم تربوية ودينية أكيد سؤال أخير ما شاء الله الحديث معك جميل آه لمن تقرأ ومن تحب من الكتاب سواء كانوا عالميين عربيين كويتيين كن إذا بتكلم على العالميين فإحنا كنا طلبة الفنون المسرحية فقرينا كثير ما شاء الله نعم, نعم قرينا كثير انت اللي تحب يعني بينك وبين نفسك لكن يعني أنا يعني ده. جدا, لي جداً في الكتابة. متطرف نعم. بالكتابه هو الاستاذ الراحل زهير الدجيلي نعم هو مثلا. اللي تربينا على اعماله نعم. ف تحية حق موفق إن شاء الله وتحية لك مصر. أيضا كاتب خالد الشطي شكرا على الإهداء شكرا على قبول أفهم. الاستضافة ونتمنى لك كل التوفيق آه. بإذن الله شكرا لكم الله لك كنا خفاف عليك <applause> و... ولا ما <هو> سويت شيء <applause> وبالعكس استمتعنا بإنجازك وإن شاء الله نشوفك أحد الروائيين الكبار بإذن الله بإذن الله نختم أكيد نختم إذا نشوفكم باكر على خير ومع السلامة مع السلامة